شراكو اللي ما تبعدش ياسر على طرق اللي كان يستعملها بالقاسم. تذكروه بالقاسم؟ شوفوا تقرير خليل زروق. المشاهير الكل يعرفهم وثيقتهم فيه كبيرة ياسر، ما يعينوا خيط في إبرة إلا ما يشاوروه، حتى شيء ما يصعب عليه يبرمج لهم حفلاتهم ويتحكم في ظهورهم الإعلامي. هو اللي كان سبب في شهرتهم، أما اللي يعكسه واللي ما يسمعش كلامه يلقى روحه في مصيبة. ومن كثرة ثقتهم فيه وصلوا يستقطبوا له في الناس اللي عندهم مشاكل وينصحوهم باش يزوروه وياخذوا الحصص علاج عنده، حصص علاج قريبة برشا من الحصص اللي كان يعملهم بالقاسم. شكونوا حبيب المشاهير وشكونهم الحرفاء متاعو؟ جاك القاسم يبقى مين أشياء خطب عليه في الغربية، وشنو تفاصيل حصص العلاج اللي يعمل فيها؟ عتد عليه أكثر من 4 مرات. وكيفاش تحيل على عشرات الضحايا؟ هذه هدى كما سميناها، عمرها 39 سنة، ربت بيت، أم لثلاثة صغار وتسكن في جهة صفاقس. هدى كانت تعيش حياة عادية متهنية مع رجلها، صغارها متفوقين في دراستهم، أما حياتها تقلبت رأسا على عقب من أواخر عام 2020. أولادها الزوز مرضوا وشعرهم بدا يطيح ونتائجهم الدراسية تراجعت. ولدي الآخر هي وصلت ديما عندي نموذج يجيب 18.40 وكل شيء ما شاء الله، هذا هو جاي عندي في النموذج وهو صح شعر. ومن وقتها هودا وصغارها الزوز دخلوا في دوامة الطب والكلينيكات، الطب الكل زاروهم، التحاليل الكل عملوهم، والدوايات الكل استعملوها، أما حتى شيء منفع، وحالة الأولاد الزوز ماشية وتتعكر نهار بعد نهار. مرتاح أنا نعمل الزوغ وزيدي يطيح الشعر، صراحة تعبت على الأخر. حيرة هدى على وضعية صغارها زادت كبرت، أيست من الطب والدوايات وما بقى قدامها كان الروحانيات والدوال العربي، حتى لنهار من نهارات ماي 2022 لقات كونت فيسبوك متاع واحد روحاني مختص في الرقية الشرعية. وقتها قررت باش تتواصل معاه وتحكي له على مشكلة صغارها الزوز، وذاك اللي صار بالضبط. احكي له على أولادي، قال لي انت السبب عندي لك سحر ودي الراقي الشرعي هذا اسمه حبيب، عمره 43 سنة ويسكن في جهة نابل. الحديث يدور على انه حبيب يديه تجمد الماء، الناس عليه بالصف وحتى المشاهير يعرفوه، ما يصعب عليه حتى مرض وما تصعب عليه حتى مشكلة. هودا طرحت مشكلتها على حبيب، وقتها علمها إنها لازم تعمل رقية شرعية في أقرب وقت ولا باش تكمل بقية حياتها معاقة. أختي عندك سحر قديم ولازم نعمل لك رقية شرعية وإلا باش تعيش حياتك كلها معاقة. ديريكتو مكتب لي في المستنجر، أنت ما شاء الله عليك، لو كان يعني يلزم نعمل لك رقية شرعية أما كنيش راك باش حياتك كلها معاقة. هودا دخلت فيها غولة بعد الكلام اللي سمعته من حبيب، أما اللي زاد خلاها تصدق كلامه الميساج اللي جاها من عند الممثل جعفر القاسمي. جعفر أعلمها إنه حبيب كان سبب في الشهرة متاعه. أختي اللي يقولك عليه حبيب أعمله، أنا ما وصلت هكا كان ما مشيت له. بالحق سي جعفر زعم يعاوني 1.5 مليون باش يقرا لك عليهم وتشوف كيفاش تولي لك برشا فلوس. اسمع كلامي عايش اختي، اول حاجه جعفر جسمي كان يقول تعرف حبيب
الرحيم. قال لي أنا ما وصلت للبلاصة هذه كان بي هو أنا حليت حنوت في النار، هو اللي ساعدني أنا وصلت البقعة دي، هو اللي ساعدني كان فيه اللي ما وصلتها كان بي هو. ومن وقتها والمساجات من عند عدد من المشاهير بدأت توصل الهدى، مرة تحكي معاها الإعلامية عفاف الغربي. حبيب طلع لي مالية بقيمة 20 مليون، وكان باش يحطني وزير الثقافة، ورد بالك تعكسه في أي حاجة يطلبها منك. ومرة تحكي معاها الفنانة أمينة فاخت. حبيب هو اللي كان سبب في النجاح متاعي، وهو زاد اللي وصل ليلى بن علي للسلطة. كي تسمع كلامه نجم تولي رئيسة انت زادة. ومرة تحكي معها زادة الممثلة نعيمة الجاني. انا وبنتي أميمة نمشيو لحبيب باش نعملوا رقية شرعية، وقاعدين يجاوبوا فيها ويقولوا لها انه حكيم روحاني، وانه قاعد يشفي فيهم، انه يشفي في اولادهم، وانه نفس المرض اللي تعرضوا له كصغيرات اولادها عالجهم، معناها طمنت هي في الحالة هذية. اللي زاد خلى هدى تقتنع انه حبيب يداوي في المشاهير، تدويناتهم وتعليقاتهم الموجودة على صفحته. هذا الكونت فيسبوك متاع المشعوذ حبيب، عدد من المشاهير كاتبين تدوينات وتعليقات على صفحته. هذا دعاء هبطته الفنانة الشعبية زينة القصرينية، وهذه تدوينة للممثلة نعيمة الجاني. طال ربي جازيك كل خير خويا حبيب. وهذه تدوينة أخرى للممثلة ريم الرياحي، تطلب منه باش يهز عليها التليفون. بربي هز تليفون حبيب. ويجاوبها حبيب في كومنتير باهي أختي، وغيرها من التدوينات والتعليقات متاع الفنانين والإعلاميين. وكي ندخلوا للحسابات متاع المشاهير هذم، نلقاو إنها حسابات ناشطة، وعدد الأصدقاء اللي فيها بالألاف. الشيء اللي خلى هدى تنفي تماما فكرة إنه الحسابات هذه تنجم تكون وهمية. جاك في جهاز ميب أمينة فاخت بعفاف الغربي باشا بعلى الشاب بخولة سليماني أسيت تعرف وليت أنا ما قلت ما كيف صراحة وليت ما نزعم بيهم هما وليت بالحق أصرت بكلامهم وليت نمشي مع الحق. شنو علاقة عدد من المشاهير بالمشعوذ حبيب؟ وعلاش يستقطبولو في الحرفاء؟ باش نفهموا الحكاية بالضبط، كان لازم نتصلوا بعدد من المشاهير أصحاب الحسابات هذه. اتصلنا بريم الرياحي ونعيمة الجاني وجعفر القاسمي وعفاف الغربي وزينة القصرينية، اللي لقينا الصفحات بأساميهم كأصدقاء لحبيب، واللي يتواصلوا معاه ويكتبوا له في التعاليق. الكلهم أكدوا لنا إنهم ما يعرفوش حبيب، ما عندهم حتى علاقة به، وإنه الحسابات هذه الكل وهمية. طب ودخلنا في تريب أخرى، دخلنا في سيح الحبيب ذاية اللي عامل في بروفيل باسمي ويداوي الجن العاشق فهمني ولا، ويسهل المكتوب ويخفف الذنوب فهمني ولا، وابارامون الحكاية أخطر من اللي نتصور. مرة يكلمني واحد يقول لي تعرف الحبيب عامل فوق بروفيل باسمي يوصل لي، هو اسمه جعفر القاسمي فهمني ولا، وقت اللي هبط هذا يداوي بالرقية الشرعية يدخل بالبروفيل اللي عامله هو متاع جعفر القاسمي، يحط كومنتير قلت بارك الله عليك يا حبيب فريمون في الرقية الشرعية وكذا، واستدرج برشا ناس أبارامون، خطر جاتني معلومات فهمني ولا من الداخلية فهمتني، وكلموني بالتليفون وقالوا لي اسكو انت وإلا لا، معناتها حاجة تدوخ. شوف شوف وين 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 نوصلوا. دونك أنا جست حبيت نقول للناس اللي يتفرجوا فيا في الفيديو هذايا، أنا كجعفر القاسمي ما عندي كان باج واحدة اسمها جعفر القاسمي جعفور. بلغني من بعض الناس أنه ثم مشعوذ وشنو حصلوا قالوا يداوي ولا شنو، أنه ماخذ الفيسبوك متاعي ويقول راني أنا راجل ذي راو عاوني ويعاون فيه في خدمتي ودرا شنو حصلوا. ألوكو أنا ما عندي بي حتى أدنى علاقة، ولو عمي هذية ياخذ عامل فو بروفيل، وأنا نحب نقول للعبيد راو فما 16 فو بروفيل ما همش متاعي ولا يمتولي بحتى صيلة وما عندي بيهم حتى علاقة. 16 فو بروفيل، عندي باج واحدة باج أوفيسيال
معناها عندي شكون لهي بها ونطلع عليها وكل شيء، مي هذي عمري لكنت عندي بيها حتى أدنى عليها. وهكا فهمنا كيفاش يخدم حبيب. حبيب عمل صفحته متاع الرقية الشرعية، وهو زاد اللي عامل قرابة 18 صفحة متاع ناس معروفة من ميدان التلفزة والفن. الصفحات هذه يستعملها باش يتفاعل مع صفحته الرسمية على أساس مشاهير يعلقوله على التدوينات متاعه، ونفس الصفحات يستعملهم باش يتواصل مع الضحايا اللي كلموه باش يعطيه ثقة فيه، بما أنه الشخصية الفلانية أكدت لهم اللي هو سلاك الوحلين. معناه الحيلة كيفاش والذكاء متاعه كيفاش؟ هو يجي يعمل كومنتير لنفسه بحساب آخر متاع حد من المشاهير، يقول له مثال شكرا نشكرك على المداوات متاعك، ديما يعطيه حاجات إيجابية. هي اش تعمل؟ تدخل على الحساب هذاك وتتصل بيه وتسأله وتقول له بربي أنت مشيت للسيد الفلاني وشنو رأيك فيه؟ شنو عمل لك؟ هل ترى حسيت براحة ولا لا؟ يجاوبها ويقولها أي. وبالطريقة هذه باش يتحيل على مئات الضحايا، وصلنا ل 140 حوالة بريدية بمبالغ مختلفة تبعثوا كخلاص على خدماته. على سبيل المثال هذه ماندا ب 400 دينار تبعثت له نهار 21 ديسمبر 2020، وهذه ماندا ب 250 دينار جبدها نهار 25 ديسمبر 2020، وهذه ماندا أخرى ب 240 دينار جبدها نهار 5 جان في 2021، وغيرها من الماندات الأخرى. وقت اللي يسألوه وإلا يستغربوا من طلب المصوغ ولا من طلب الأموال وإلا من قيمة الأموال، يهمهم يقولهم راه فما مشاهير دفعوا أموال طائلة وجابوا لي المصوغ متاعي، ويطلب إرسالها عن طريق حوالات بريدية وإلا مباشرة. حتى مثلاً يطلب حاجات أخرى، مثلاً عندكم جديد، عندكم شحاكة، ونهز على قطرنا نخدم بالزيت يبقى ونهز الزيت. الزيت وشنو؟ زيت وقضية أخرى. شنو القضية الأخرى؟ مثلاً زيت، مثلاً بق أحلو لوز، أفهم أنت الباقي. أي إنسان يهز قضية. ونفس الشيء صار مع هدية اللي قررت باش تهز له صغارها الزوز. حبيب باش يعمل رقية شرعية لهدى وعائلتها سوم الحصة 150 دينار. أما اشترطت عليهم انه الرقية تصير كل واحد وحده. بعد ما تخلى رجلها وصغارها الزوز جاء دور هدى. اول ما دخلت بدا يقرأ عليها في القرآن، ومن بعد جبد صحن فيه الزيت وبدا يدهن لها في راسها وطرافها، ومن غادي يديه بدات تلعب في بلايص اخرى من بدنها، وطلب منها باش تنحي دبشها. هدية تصدمت ورفضت طلب حبيب. وقتها اعلمها انها الطريقه الوحيده لعلاجها من السحر الموجود عندها، وانه حرفاء الكل بما فيهم المشاهير يخضعوا لطريقة العلاج هذه. يعني أنا قلت وين دخل الديك وين نحدبش كهذا باش نرتاح منه؟ عايط عليه. بعد ما تأكد حبيب إنه هدى مستحيل إنها توافق باش تخضع لحصص العلاج متاعه، فكر في طريقة أخرى باش تحيل عليها. تخلى تصور الفيسبوك متاعها وشاف الصيغة اللي لابستها. وقتها أعلمها إنه السحر اللي تعاني منه هي وعائلتها موجود في الذهب متاعها، وإنه لازم يقرأ عليه. وأعلمها زادة إنه اللي باش يتسلم من عندها الذهب واحدة من الجنيات اللي تخدم معاه. حبيبة حيل على هداف في قرابة 22 مليون بين فلوس وذهب. هو قال لي أنت كيف تجيك نرجس المحطة؟ هي راي مشي راي روحانية، أما بك تنترجع معها الحديث أعطاها وما تخدمهاش برشا في عينها. وين هو من طبق الحديث متاعه أعطيتها و يعني مشوا على رواحه.
ما تتصورش انه يدخل للحساب نتاعها ويدقق في تصورها ويجمع الصور مثال مصوغ تكون لبسته بصفات معناه بصفة متقطعة على 3-4 مراحل متباعدة في الزمن ومتباعدة في كل شيء، وهو يجمع الصور هذيك ويقولها عندك المصوغ كذا وكذا وكذا، يسميه لها ويعطيه المواصفات، وراه الجن طالبوا باش يقرأ عليه ورجعوه لك. وعملية التحيل متاع حبيب ما وقفتش لهنا، فريسة أخرى باش توقع في شراكه وبنفس الطريقة تقريبا. سامية كما سميناها عمرها 35 سنة، تخدم في سونتر دابيل ومتحصلة على إجازة في الفرنسية وتسكن في تونس. تعاني من بعض المشاكل في المدة الأخرى، الخدمة اللي تشدها تقعد فيها مدة صغيرة وتبطل، وخطيبها اللي عدت معاها سنين بطل منها. تعرفت على حبيب على الفيسبوك اللي أعلمها إنه عندها الجن العاشر ولازم تخضع لحصص معالجة عنده، يعني لازم تعمل معاه حصص متاع علاقات جنسية. سامية ما كانتش مقتنعة بطريقة العلاج متاع حبيب. وقتها حبيب جاته فكرة استدراجها لجهة نابل. في عشية من العشيات كلمها وطلب منها باش تهزلو الذهب متاع الخطبة متاعها باش يقرأ عليه على خاطر فيه سحر. سامية وافقت، أما ما كانتش تعرف شنو اللي يستنى فيها بالضبط. يعني أنا كمشيت مش على أساس باش نبات، أو كمشيت على أساس باش نوصل له معناها الذهب. نلقى روحي ناكل في الكف باش نحي حواجي، تعد عليا مش مرة ومش اثنين ومش ثلاثة للي فجعت. أما نعمله راني ما راني نحب نشرب، معناها راني نحب نشرب، راني موجوعة جملة. الثابت في الأبحاث إنه حبيب كان يستعمل في 18 حساب فيسبوك وهمي متاع مشاهير باش يوقع بضحاياه، وجبد 140 حوالة بريدية بعشرات الملايين الهفهم منهم. والثابت زاد إنه أغلب ضحاياه خضعوا لحصص معالجة أو اغتصاب، أما اللي مش ثابت لحد الآن كميات الذهب اللي سلبها منهم. كميات الذهب لليوم أعوان الأمن ما لقاو لهم حتى أثر. إلى حد الآن بالنسبة لي أنا فما 11 ضحية، ما نعرفوش عدد الضحايا خاطر فما شكون ما معناها ما التزمت الصمت، بما أنه الموضوع يعني حساس جدا، فيه كله فيه تحرش تقريبا وفما اغتصاب. بالقاسم حبيب والعشرات اللي كيفهم ما زالوا لليوم ما بيناتنا، اغتصبوا عشرات النساء ولهفوا منهم فلوسهم بعد ما أوهموهم بالجن العاشق.